السلام عليكم طلاب، اليوم نرجع نكمل الفيديو الرابع. طبعا ملاحظة، ويا كل بي دي اف فيديو، يعني مو بس فيديو واحد، لان اكو طلاب خاف حسبانهم بس الفيديو الاول. المهم اليوم راح نحكي عن وصلنا للترم ترمينولوجي، يعني المصطلحات المهمة اللي عليها حسابات. طبعا اختاريت مصطلحين، هذول المصطلحين عليهم ممكن تجي انه حسابات خاصة، انه يجي كسؤال مستقل مثل ما جاي يشوفون. يعني انا خاط هذا سؤال، جايبه هذا سؤال جانا بالمد، او لا تدخل من ضمن حسابات. اوكي، اليوم ويانا الفيرتيكال سكشن. الفيرتيكال سكشن اللي يدخل بالمانوال بروجكشن وممكن يجي كسؤال مستقل، وكذلك عندنا الدوغليك. الدوغليك اللي ممكن تجي ايضا كسؤال مستقل مثل ما جانا بالمنت وما انتبهنا، وممكن ايضا يجي او مو يجي، هو اصلا فد شيء اساسي ومهم بالسيرفي كالكوليشن، بالنقطه المينيمم اوف كيرفتشر. لذلك انه كلش مهم هسه نتعرف عليه على مود بعدين من تجي له يكون سهل. خلنا نجي بالبداية للفيرتيكال سكشن. شنو هو الفيرتيكال سكشن؟ الفيرتيكال سكشن، انا اليوم قدامي عمارة، اوكي، او قدامي خلينا نقول سلسلة من العمارات. انا اجي اردوقف قبال هاي العمارة مثلا، يعني اصير بواجهة العمارة، راح اشوفها من زاوية معينة. زين، احاول انه اتحرك مثلا يمين او شمال العمارة، او من جانب راح اشوفها ايضا بشكل معين، الف ورا العمارة اشوفها ايضا بشكل معين. اذا هو ببساطة هو عبارة عن الزاوية اللي اريد اشوف بيها البير مالتي. اوكي، تنقسم الى قسمين، اسئلتها تنقسم الى قسمين، يا اما هسه نوصلها ما ندخل تفاصيل، هسه احنا بس نريد نعرفها هي شنو. يعني هسه هنا مثلا عندك ينطيك زاوية معينة، هو يقول لك شوف لي من خلالها البير، بعدين من ترسمه على موت ترسمه من هاي الزاوية. اوكي، وممكن اي زاويه، ممكن تمنى الاستاذ اللي يكشفها منه. اوكي، يجي يقول لك لا قرب لي اياها شويه، اريد اشوف البير اقرب، شوف منه، شوف منه كيف. اذا هي فد شيء خلينا نقول شلون الوهمي او الخيالي يعتمد على السيرفي كالكوليشن، يعتمد يعني على نقاط السيرفي. فبالتالي انا من خلال هاي ال غير اللون غير الثيكنس اشوف من عندها او من خلالها البير مالتي. ممكن تكون قبل البير، يعني قبل الزاويه، ممكن تكون اكبر منها بزاويه. قلت لك هي يعني مجرد شيء خيالي. المطلوب بالحسابات او شرط هذا الحساب انه من اسقط من التارجت، يعني هذا او مو التارجت، طول هذا البير مالتي او الطول الحقيقي الكلوجر مالتي، زين، من اسقط المفروض هنا عندي زاويه 90، هاي يصير عندي حقق الشرط مالت الفيرتيكال سكشن. من هنا يعني انا من هنا راح اشوف التارجت مالتي، هذا صار قبالي. من هنا اشوف، شوف هنا هم ايضا زاويه 90. ليش زاويه 90؟ لان مثل ما تعرفون، خلينا نحكي شوي عن هذا. ما دام صارت عندي زاويه 90، طبعا هو المطلوب بالحسابات بالسؤال يحسب لك هذا الضلع الوهمي اللي هو الفيرتيكال سكشن. خلينا نغيره بغير لون على مود يصير اوضح. انا اشرح بالبدايه، هذا الفيرتيكال سكشن هو اللي طلبه. الفيرتيكال سكشن يعني من هاي النقطة، هي من نقطة الأصل إلى هاي النقطة اللي يعني سوت زاوية على البعد الحقيقي، هذا يطلب حسابه، هذا في اس. أوكي، تمام. زين، هي هاي الزاوية مالتي، إذا شنو هو؟ هو مجاور، مجاور. أنا عندي هذا الكلوجر أقدر أحسبه لأن هذا وتر. اوكي، هذا المقابل ما علي بي. اذا عندي زاويه وعندي كوساين وعندي وتر وعندي هذا ضلع ينحسب. هسه من نجي راح تشوفونه جدا سهل الموضوع وما بي اي تعقيدات. قلت لك الاسئله تجي على نوعين. النوع الاول من الاسئله شنو ينطيك من معلومات؟ النوع الاول من الاسئله ينطيك الزاويه الازموثل مال الوتر او الكلوجر ديستنس، ما ينطيك اياها، انت تنجبر تستخرجها. شلون تستخرجها؟ كل سهله، ما دام انطاك احداثيات تطلع البولر الكلوجر هو نفسه، يعني تنجبر تطلع عليه هو طول الوتر. اوكي، تطلع احداثيات وتطلع الازموثال مالته. زين، ينطيك الزاويه البروبوزل، هي اللي هي الزاويه خلينا نقول الافتراضيه، الزاويه اللي هو هذا النوع من اول من السؤال يريدك انت تشوف من عندها من خلالها. هاي تعطى بالسؤال، هاي بالحاله الاولى تعطى.
طول الوتر الحقيقي اقدر اطلعه هو والزاويه قلنا مات الوتر الحقيقي مال الكلوجر، واهم شيء ينطيك اياهن هو ينطيك مثلا ويقول لك اذهب انت وربك فقاتلا. اذا اول شيء ينطيك اياه هسا المعطى بالسؤال بشغلتين، التشميل والتشريق مال البير مالتك، وينطيك الزاويه البروبوزر ويقول لك جد لي الفيرتيكال سكشن، طول الفيرتيكال سكشن مالتك. طبعا هذا كله بالبلان فيو جاي نحكي، يعني من فوق جاي نحكي وانت ترتب هاي الشغلات. مثل ما قلت لك هنا اوضح الرسم، لاحظ لي الرسم الوردي انا شنو مسميه؟ مسميه الوتر او هو الكلوجر او هو الحقيقي، يعني اللي نقاطك هنا، نقاطك هنا، نقاطك هنا. اوكي، يعني هنا اكو نقطة مال سيرفي، هنا اكو نقطة مال سيرفي. زين، يقول لك عد هاي النقطة شوف لي الفيرتيكال سكشن مالتها. انت شو تسوي؟ تجر خط هذا المجاور، هذا ينطيك الزاوية مالته. وين هي الزاوية مالته؟ هاي شوف هذا الخط الازرق، هذا الزاوية مالته المجاور اللي هو الفيرتيكال سكشن، فيرتيكال سكشن. هذا الحقيقي اللي هو الكلوجر، انت تحسبه، هنا ينطيك الاحداثيات، انت تحسبه، هذا طلع الطول، هذا معلوم. زين، هاي الزاوية اللي بيناتهم تنقص، تنقص مالت الوتر الحقيقي مالتك من الزاوية البروبوزل اللي منطيك اياها. اذا فهنا راح تطلع زاوية، اذا هنا عندك زاوية، عندك هذا مجاور للزاوية وعندك هذا وتر، لان هذا 90 هنا المقابل، اذا ما علينا به. اذا شنو راح تطلع؟ تطلع هاي شوف عندك كوس الفيرتيكال سكشن يساوي لي كوساين الزاوية المحصورة. الزاوية المحصورة هي هاي الزاوية اللي تصير بالمثلث الجديد اللي انا رسمته، اللي هو الفرق بين الزوايا الاثنين اللي انطاني اياها والان استخرجتها الازمون في الوتر، يطلع عندك الفيرتيكال سكشن. واضح شباب؟ هذا هم كاتب لك قانون مرة ثانية، انه الكوساين الزاوية المحصورة يساوي لي المجاور على الوتر، هو المجاور فيرتيكال سكشن طرفين بوسطين. اوكي، يعني اكثر من مرة على مود انه الفكرة توضح. هاي من ينطيك البروبوزر. خلينا نحل السؤال على مود توضح الفكرة أكثر. شنو قايل لك؟ قايل لك عند النقطة، يعني أنا سويت سيرفي، عند نقطة 300 اس و500 ويست، يعني أجي أرسم 300 هنا 500 هنا مثلا، أبعد نقول هنا هنا. أوكي؟ إذا أنا هنا عندي إحداثيات. من الفيديوهات السابقة تعلمنا شلون نطلع شنو الكلوجر، يعني أقرب مسافة من نقطة الأوريجين المن لهذا، طبعا هذا وتر، من هسه خلي بالك إنه هذا هو الوتر اتش دي، أنا أسميه، أحب أسميه اتش دي، أحب أسميه كلوجر بكيفك. وشنو أستخرج له؟ بس لازم أستخرج طوله كخطوة أولى، وأستخرج الزاوية الأزموث مالته. هاي وحدة. شنو جاي يقول لك؟ يقول لك point of vertical section plane منطيك، يقول لك شوف لي هاي شوف لي هذا البير مالتك على زاوية 233 أزموث. إذا هو منطيك هنا هاي حالة السؤال، منطيك vertical section 233. هسا أنا ما أقدر أرسم، ليش؟ لأن ما أعرف فيها المتقدم، ما أعرف الأزموث مالت الـ HD مالتي، فأجي أحسبها ماخذين الحسابات انه اطلع ال HD اللي هو الكلوجر ديستنس، اوكي، او ديسبليسمنت ايش تريد يسميه، يطلع انه تشريق تشميل تحت الجذر تربيع، طبعا بالفوت مطنية هذا ما محتاج احوله، حتى لو بالمترو قلت لك هي نفس الشيء. المهم طلعت 583. زين، اجي هسه شنو احسب؟ احسب زاوية البوصلة. قلنا دائما من احسب هاي الزوايا هنا ما اقدر احسبها بالازموث، فاحسبها وين؟ بالبوصلة، بنظام المثلثات. زين، حسبت شنو يساوي لي التشريق على تشميل، خلي هاي ببالك، طلع لي شقد 59.04. اذا هاي زاوية شنو؟ بوصلة، وهو منطني بالسؤال شنو؟ ازموثة. اذا لازم احولها المن للازموثة، هي بيا ربع بالربع الثالث. هاي كلها معلومات العفو باي ديفولت اخذناها بالفيديوهات السابقة. ليش قلت لك مهمة؟ العفو. اذا بالثالث، إذا 180 زائد زاوية البوصلة اللي منطيني إياها راح تطلع عندي 239. حلو، إذا هو انطاني الأزموثة مالت الوتر الحقيقي مالتي هو 239. إذا منو متقدم؟ ال 239 متقدمة. إذا الفيرتيكال سكشن هذا هو 200، إيش قد 203؟ خلينا نغير اللون، غير اللون، غير اللون. سوي ازرق، هذا هو 233.
إذا قلنا شنو؟ نسقط زاوية بحيث إنه vertical section يعني زاوية عمودية منه، إذا ها 90 درجة. صار عندي مثلث كلش مرتب. إذا هذا vertical section. أوكي زين، هسا شنو أحتاج؟ قلنا طلعت الأزموث مالات الثنين، عندي طول الوتر، أحتاج هو يحتاج حساب طول vertical section. أوكي زين، شو اسوي لها هسه؟ لازم اطلع هسه هاي الزاويه مالت المثلث. هسه اشتغل مثلث، صار عندي مثلث عادي، هذا يا ابو مثلث، مثلث عادي. اوكي هذا الفيرتيكال سكشن اللي لازم احسبه، هنا انا زاويه 90 وهنا انا وتر، هذا عندي طوله استخرجته. هاي الزاويه شلون تستخرج؟ هاي الزاويه سهله تستخرج، الزاويه الكبيره ناقص الزاويه الصغيره، يعني ال 239 مالت ال HD لان يعني هو المتقدم مالت الكلوجر زين مالت البلاي ماتي، ناقص الزاويه اللي يعطيني هو يعطيني اياها بالسؤال اللي هي 233، ايش قد طلعت؟ طلعت ها طبعا من تستخرجها، هسه انا ما عندي 239 ناقص 233، اوكي ايش قد تستخرجها؟ 6. اوكي اذا هاي الزاويه 6، بعد ما حاجه تحولها هذا ما حاجة تحولها لنظام البوصلة، هو بعد انت نقصت هنا طلعت قيمتها مباشرة. اوكي من طلعت قيمتها مباشرة قلنا نطبق قانون المثلثات، الكوساين مال هاي الزاوية مال هذا المثلث قلت لك نقصناها طلعنا الفرق بيناتها طلعت 6. اذا شنو انا بدي اطلع؟ نقول كوساين شو يساوي لي؟ المجاور، يا هو المجاور هذا المجاور. ليش هذا مجاور؟ دائما انا هاي اكررها لان هو اللازق بالزاوية، هو المجاور هو اللازق بيها. اوكي المقابل ما عليه، اذا شو يصير عندي؟ المجاور اللي هو الفيرتيكال سكشن على الوتر، انا اريد الفيرتيكال سكشن، اذا كوساين الستة في الوتر. انا اصلا الزاوية هسه دريت بيها، هذا اول شيء حسبته اللي هو الكلوجر ديستانس، طلعت عندي الفيرتيكال سكشن. واضحة شباب؟ كل السهل ما بيه شيء. تمام؟ تمام. هسه نجي سؤال ثاني، منطيني جدول. شنو هذا الجدول؟ شوي واحد يشوفه يخاف. شو يقول لك؟ يقول لك calculate closure azimuth، يعني سهله هذا closure azimuth احنا عرفنا. اوكي بعد الكلوجر اللي هو الهوريزونتال ديسبيسمنت اللي هو الاتش دي الكسه انا جاي اعيد بيه، وشنو يقول لي؟ الفيرتيكال سكشن في اس اي اس فيرتيكال سكشن، ها عند زاوية مرة 95 ديجري ومرة عند 85 ديجري، إذا هو منطيني مرة أحسبها لل 95، يعني مرة أشوفها بكاميرا 95 بزاوية 95 ومرة أشوفها بكاميرا 85. تمام؟ زين إذا هو ما أعطاني هذين أصلا كلهن وقال لي بس جد الفيرتيكال سكشن عند ال 95 وعند ال 85، أنجبر أطلعهن. ليش أنا؟ أنجبر أطلع الأزمث على مود أنقص الزوايا الاثنين وأطلع الزاوية مالت المثلث. انجبر اطلع الكلوجر او الهوريزونتال ديسبيسمنت لان هو الوتر اللي راح اضرب به، فهو اول وتالي انا لازم احسب هذن المطالب سواء طاهم بالسؤال او ما طاهم بالسؤال. واضح؟ واضح. هسه نجي نطبق، انا طبقت الواحد على مود الوقت يعني ما اريد الفيديو يصير طويل. زين خلينا نجي لاول نقطه. زين اول نقطه قلنا شنو نحتاج؟ اللي ينطيني اياها اذهب انت وربك فقاتله، ينطيني الان او التشميل والتشريق مال هاي النقطه، هاي هي اول وحده زين اللي هي 391 والالف ساوث ايست. اوكي ارسمها، اذا الربع الثاني ساوث ايست، هاي الربع الثاني. زين شنو استخرج بالبدايه؟ استخرج البوصله مالتها، من البوصله مالتها شنو استخرج؟ استخرج الازموث. اذا هسه هذا الكلوجر ازموث، خلصنا من عنده طلعنا الازموث مالها. بعد شنو اطلع؟ اطلع الكلوجر الحقيقي اللي هو الاتش دي اللي هو طولها اللي هو البولر، شوف كم اسم له تحت الجذر تربيع اثنيناتهم طلع، خلص الحل. وهسه شنو بقى؟ بقى بس انقص الزاويه اللي انا استخرجتها الازموث مالت الاتش دي الحقيقي لانه هو صاير ابعد من الفيرتيكال سكشن، 110 ناقص ال 95 ومره ناقص 85، طلعت لي هاي زاويه المثلث. اطبق قانون المثلث اللي هو شنو يساوي لي؟ هذا هو الفيرتيكال سكشن يساوي لي الوتر اللي هو مال الكلوجر ديسه في كوساين فرق او الزاويه المحصوره، الزاويه المحصوره مره هنا ومره هنا.
وضحت الفكرة شباب؟ واملي الجدول مالتي. هاي بالنسبة للنقطة الاولى. للنقطة الثانية نفس الشيء، للنقطة الثالثة ايضا نفس الشيء. واضح شباب؟ اتمنى تكون الامر واضح. وطبعا هنا الفكرة سهلة، اوكي؟ خلصنا من عندها. زين، الحالة الثانية لا، الحالة الثانية خلينا نحكي عنها. يقول لك هذه تكون لعدة عمليات، يعني يعطيك فد بير متتابع ولا تعطي زاوية البروبوزل. هنا ما نعطيك بروبوزل، شنو ينطيك؟ ينطيك زاوية نهائية، أزمث نهائي، يعني هو هذا حازم، يعني حاسب البير بشكل نهائي للمسار كامل، وتعتبر هي هنا البروبوزل. ها ها، هنا شوي انتبه. يعني شنو الفكرة؟ راح أرجع للصورة الأولى. شوف شوف، يعني هو هنا يقول لك احسب لي هاي النقاط، يعني هاي النقاط راح هو الازمث النهائي. اوكي، عندك من التارجت منطيك هي. اذا هنا انا راح اعتبر التارجت مالتي، التارجت مالتي هو البلين اللي راح اشوف السيرفيات اللي ماخذها الان. اوكي، لان هنا يختلف، لان النقاط تختلف، مو خط مستقيم. زين، مثلا يقول لي هو هنا عند اول ثلاث نقاط، فانا راح اسقط من هنا واسوي زوايا 90، هو عنده ثلاث نقاط، اوكي، واحسب. هسه اجي لك شلون اوضح لك الفكره. متخربط بيها سهله ترى. زين، اذا قلنا السؤال الثاني، خلينا نقرا شنو قايل لك. شلون يقول لي ينطيك سيرفي ستيشن وذيس كور اوف تو بوينت، ومنطيك هاي، منطيك كل وحده تشميل تشريق مالتها. زين، وهالنوع بيقول لك التارجت ازموث، زين، 60. يعني انا هذا الزاويه اللي اريد اشوف، اريدك من التارجت تشوف لي هاي السيرفيات. يعني انا واقف على التارجت واشوف حسابات هاي السيرفيات، يعني شوف ما منطبق عليه، هو ما ينطبق عليه هذا التارجت، اوكي، ما ينطبق عليه. فشنو اسوي انا هنا؟ عشان اخذ النقطه واحسب لها طول، حتى هنا نفس الشيء، هم اخذ النقاط كل وحده احسب لها طول، ومن الزاويه 60 اللي هي مثل البروبوزل، هي مو بروبوزل بس هو منطيني اياها الافتراضيه 60، انه باوع من زاويه 60، اوكي، وتشوف من عندها البير. خليني نجي الاول نقطه 300 و400، قلنا شنو نستخرج لها؟ نستخرج لها طول، يعني هذا 60 ماشي. انا بس هنا انا اكو نقطتين مال سيرفي استخرجت لهم طول بسيط، او العفو هش لازم نابعات من نفس النقطه. زين، شنو اسوي؟ اوكي، اسقط. اذا على التارجت مالتي صار الفيرتيكال سكشن هنا، اوكي، واحسب عندي 60 ناقص 53 استخرجت هنا النقاط، طلعت لي الفيرتيكال سكشن الاول. الفيرتيكال سكشن الثاني نفس الحاله، الفيرتيكال سكشن الثالث نفس الحاله، وبالتالي قال لي ارسم، هو معطيني الفيرتيكال، اوكي، معطيني التوتال، ارسم يقول لي يعني على الفيرتيكال، معطيني التوتال فيرتيكال، احسب مثل النقاط سهله بس اسقط. اوكي، هذا مو رسم ان اي، لا هذا رسم بالداخل بالعمق، توتال فيرتيكال يعني اللي جوا. خلص موضوع الفيرتيكال سكشن سهل، ما بيشي. قلنا يجي على حالتين، الحاله الاولى ينطيك بروبوزل، هاي البروبوزل بس انه تطرحها من النقطه اللي عندك، كل نقطه عندك تطلع لها وتر، اوكي، حتى بهاي الحاله كل نقطه تطلع عندك وتر، بس هنا ما منطيك البروبوزل، البروبوزل معتبرها مات التارجت كامل. اوكي، خلص الفيرتيكال سكشن. نجي على الدوغ ليج. الدوغ ليج هو القانون الوحيد اللي راح اقول لك حفظه بهاي السلسله، خلينا نقول، لان صراحه ما له شيء. اوكي، هسه انا الدوغ ليج خلينا احاول احفظه وياكم. الدوغ ليج يساوي كوساين انفرس، تمام؟ اول ما نبدي بيه، اذا كوساين انفرس هالنوب، افتح قوس، زين، كوساين فرق الانكلينيشن ال2 ناقص ال1، اوكي، زين، هالنوب شنو اسوي؟ خاف اخركم، اصير ساين الهم الاكنيشن الاول في الثاني، في افتح قوس واحد ناقص كوساين فرق الازموثات. اذا بس هذا حفظه لي، بليز بس هذا حفظه لي، هاي زاويه الديج لوك او الدوغ ليك، العفو دوغ ليك، هاي حفظته. اكو مصطلح اسمه دوغ ليكس سيرفي او سيرفتي، اعتقد نسيت شنو اسمها. هاي سهله، القيمه الديج لوك الدوغ ليك اللي طلعت لك تقسمها على المجر ديبث وتضربها في 100 اذا كانت قياساتك بالفوت،
وتضربها في 30 اذا كانت قياساتك بالمتر. يعني انه تقول انه كل 100 فوت جاي يطلع لي هيت قيمة دوغ ليك سيرفيتي هيج او سيرفي هيج. زين، اكو نقطة مهمة وهي الراشيو فاكتور. دائما من تحسب الدوغ ليك احسب راشيو فاكتور. ليش هسه تقول لي ليش احسب راشيو فاكتور؟ هذا راح ناخذه بالسيرفي كالكوليشن. بس ليش احسب راشيو فاكتور؟ الراشيو فاكتور مال الدوغ ليك المضبوطة تطلع 1.00 something، يعني ما تطلع 2، ما تطلع 1.7، ما تطلع بالسالب. الريشيو فاكتور تطلع 1 داير ما داير الواحد، وهم يزيد عن الواحد بقيم قليلة جدا، قيم قليلة جدا بالبوينتات يمكن تهمن. يعني الريشيو فاكتور اغلب الاحيان تنوخذ 1 اذا تقريب. فشنو تسوي؟ كل ما انا اوكي قلت لك احفظ قانون الدوغ ليك، بس هسه شنو انطيتك؟ انطيتك معلومة انه وين ما يجي لك سؤال دوغ ليك تحسب الريشيو فاكتور لازم يطلع قريب على 1. وها اكو قانونين للريشيو فاكتور، فانت هنا بالسيف سايد. اوكي، شنو هنا قانون الريشيو فاكتور؟ القانون الاول 2 العفو على دوغ ليك راديان، يعني احولها للراديان. وعرفنا شلون نحول للراديان من الحفر. قيمه الدوغ ليك في باي على 180. واحد يقول شلون احفظها؟ اقول له اوكي هي الدوغ ليك باي، من باي صارت راديان بس قسمه على 180. اوكي، هنو في تان دوغ ليك هنا زاوية دقري على 2، خلصنا من عنده. القانون الثاني لا، القانون الثاني من تحفظه كله دقري، ما حاجة تحول للريديان بس تحفظهن اثنينات. قايل لك القانون الثاني كله درجات بس هنا تحتاج تحول للريديان. اذا هسه من يجي لي الدوغ ليك انا حافظ القانون اللي هو الكوساين انفيرس، افتح قوس الكوساين فرق الانكلينيشن ناقص ساين الانكلينيشن الاول في ساين الانكلينيشن الثاني، افتح قوس 1 ناقص الكوساين فرق الازموثات. انتهينا من عنده. هاي انا منطيك مثاليا تقدر يعني انه تتدرب تسوي براكتس على مود تحفظ القانون. اوكي، وكل وحده احسب لها الراشيو فاكتور. شوف هنا ايش قد طلع لي، شوف هنا ايش قد طلع لي. اذا ما يطلع لي في قيمه كبيره دير بالك، 1 وداير ما دايرها بشويه. زين، هذا السؤال اجانا بالميد، اقول لك احسب الدوغ ليك سيفريتي. اتمنى يكون النطق صحيح. منطيني المجر ديبث، اذا ما دام منطيني دوغ ليك سيفريتي لازم ينطيني المجر ديبث لين استخدمها. وهنا طبعا بالفوت اعتقد، بالفوت اعتقد او بالمتر حسب هو شنو يريد. اذا بالفوت تضربها في 100، واذا بالمتر تضربها في 30. سهل، طبق القانون، طلع الدوغ ليك، تتاكد انه الريشيو فاكتور مالتك قريب على 1. شوف شوف والله 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 قيمه جدا محترمه هاي. اوكي زين، واحسب الدوغ ليك على مجر ديبث، وهنا خلصنا وشكرا لكم.